إن شاء الله كمان سنة 2012 بتحملكم كل الأخبار الحلوة والانتشار الأوسع إن كان بقلب الفرقة تبعكم وخارجها. خلينا نتعرف عليكم أكثر. أول شيء شاهي، أنت الرأس المدبر للفرقة، وأنت يلي بتدير كل شيء، بتأسس كل شيء، بتنظم كل شيء. فرقتكم تأسست أي متى؟ هي أوفيشلي تأسست بال 2008، بس نحن كنا قبل بنعمل حفلات صغار بست سبع أشخاص بال 2007. طيب خبرنا أول شيء قبل ما تأسس فرقتك، قد إلك بعالم الرقص وشو هو؟ أوكي قلنا بترقص أرمني، بس أكيد في غير أرمني، خبرنا شوي اختصاصاتك أكثر. تعلمت الرقص بالهمسكاين بالفرقة الأرمنية اللبنانية، بعدين نقلت على رماح، فرقة رماح، ومن بعد هول الفرقتين أسسنا الفرقة طبعاً اللي هي هاي بار. هاي بار، بار لأنه رقص وهاي أرميني. أوكي طيب، لكن خبرينا أنتوا مش بس أكيد شركة بالفرقة، ولكن كمان خاطبين، ويمكن 2012 كمان في شيء ولا 13 2012 معقول تتجوزوا. أوكي لكن مبروك سلاف. خبرينا أي متى تعرفت عليه وكيف يصير الشغل والتنسيق بالفرقة؟ نحن تعرفنا على بعض قبل ما نأسس الفرقة. تعرفنا على بعض بالمدرسة لما عملوا جروب رقص، طلبوا منا اللي تخرجوا من المدرسة تبعنا شاميليان الإيفانجاليكال يرجعوا. سو أنا كنت تلميذة هونيك، شاهي رجع على المدرسة تيرقص معنا بالغلط، هونيك تعرفنا. صدفة حلوة ثابت. بس ما رقصتوا سوا وقتها؟ رقصنا سوا بالمسرح هونيك على اوكي رقصتوا سوا، صار الانسجام ومشي الحال، واليوم صار عندكم فرقتكم الخاصه مؤلفه من 22 دانسر. ال 22 دانسر هن ارمن كلهم. ليه؟ لانه الصعب تعلم الفولكلور الارمن، يعني ممكن حيا لحدا يفوت على الفرقه ويتعلم كيف يرقص الفولكلور الارمني، ولا في سبب اخر تواصل بيكون اهين يمكن بين الارمن؟ هو بيسكلي الارمن كلهم بيقدروا يرقصوا الرقصه الارمنيه بسهوله اكثر، لانه بيكونوا عارفين قبل وشايفين. اكزاكتلي قبل ما كلهم متعلمين الرقص قبل ما يفوتوا على الفرقه عندنا، كلهم بيكونوا متعلمين اخذين البيسكس تبع الرقصات او الستبس الارمنيه، بيكون أهين علينا نعلمهم الرقصة الأرمنية. وإذا حدا ما بيرقص أرمني صعب عليه يتعلم ال؟ لا مش صعب أبداً، في بالجامعات بيتعلموا الرقصة الأرمنية، بس أكيد بيكون اللي بيعرف أكسبرت أكتر. واللي ما بيعرف شو هي الرقصة الأرمنية هلأ رح يتعرف عليها مع أكيد فرقتكم، تفضلوا.
هلا بعتقد ممنوع يظهروا من الاستوديو بدون يعملوا لنا هيك لقطه ثانيه. عجبتك ايش؟ البيت كثير حلو، الاستوديو كان عم برج تحتنا، عن جد ما معقول الموسيقى شو بتعطي هيك حياه وبتغير دغري الاجواء. الرقصه فيها كثير حياه، اوكي تشبه شوي الدبكه اللبنانيه ولكن اكيد في عندها مميزاتها الخاصه. صحيح انه بالدبكه بسميها دبكه ولا رقصه؟ فيك تسميها الدبكه الارمنيه. تتسمى دبكه ارمنيه، في رقصات خاصه للرجال ورقصات خاصه للنساء؟ هي في نوعين من الرقص. النوع الاول هو النوع التراثي الارمني، رقص التراث الارمني فيها من كل الضيعات الارمنيه ستبس معينه، وفي النوع الثاني اللي هو المسرحي مثل ما هلا قدمه رقص الرقص المودرن. بس الشباب والبنات بيختلفوا بطريقه انه البنات عندهم رقصه سلو لالون بتتسمى النازبار، البنات بس بيكونوا عم بيرقصوها هي فيها الغنج اكثر شيء، والشباب عندهم شيء اسمه يارخشتا كمان الشباب بيكونوا عم بيرقصوها. سارين كي لازم تقوم تفرجينا شو شو يعني هيدي الرقصه. شو سارين؟ سارين هي الصلوه تعنا. ايه كيف بتكون هيدي الرقصه؟ هلا ما عندنا ميوزيك بس فيك تفرجينا بلا لا ميوزيك ولا صعبة؟ صعبة لأنه هي مع الإيدين دائما البنات عندهم الأرمينيان دانس التعبير مشهورة. بصير من خلال الإيدين كله على الإيدين مثل كيف مثلا أنت وقادي بس فرجينا الإيدين وال اوكي يعني البوستر تبعهم والشباب اكيد بالرجوليه بدهم يبرهنوا بالرقص كمان انه في رجوليه في حرب اكثر اوكي اجريسيف يعني والبنات كثير نعومه. اوكي بعد في عندي سؤال، وقت تكونوا عم تحضروا مثلا لزفه او لحفله اكيد انتم بيكون عندكم عرضكم الخاص، قد ايه عم نحكي تقريبا 10 دقائق ربع ساعه ثلث ساعه؟ قد ايه بيكون؟ ثلث ساعه. فيكم تدمجوا بين الاغنيات الارمنيه والغير ارمنيه واكيد كمان الرقصات بتصير بدها تختلف لتقدروا اكيد اكيد كل شيء. لما يكون في موسيقى لبنانيه بدنا نكون عم نرقص على الستايل اللبناني الدبكه اللبنانيه، لما نكون عم يكون في موسيقى ارمنيه بننقل وقت يندمجوا كمان بيعطوا شيء كثير حلو ولا احلى كل احلى الواحد يحافظ أكيد. على بس المهم يكونوا لابسين الكوستيمات، يعني الارمن لما يكونوا عم يرقصوا الرقصه الارمنيه يكونوا لابس كوستيم ارمني واللبنانيه يكونوا لابسين الكوستيمات اللبنانيه والا ما بتبين الفرق. تبين الفرق. التدريبات كيف بتصير؟ بالصيفية بنتمرن أكيد أكثر من الشتوية تقريبا 3 أيام مع أنه بالصيفية بتكتر الحفلات أكثر ما بتعودوا صح قبل ما نبلش السيزن بماي قبل ماي بنعمل 3 مرات بالجمعة بس بالشتوية أكيد بتخف وشهي هو اللي بيعلمنا الدانسرز الكوريغرافر يعني كل شيء نحن بنشوفه على المسارح هو بيكون من تصميمك انت. شهي وسارين اهلا وسهلا فيكم بحلوه بيروت وان شاء الله هيك تضلكم تفوتوا البهجه والفرحه لقلوب العالم ومطرح ما بتكونوا كمان موجودين. اهلا وسهلا فيكم بحلوه بيروت. مشاهدينا نحن بنروح مره جديده لعند بلال. 100% رايت ماريال، دخلونا الفرحه والبهجه في الاستوديو. الفن والثقافه الارمنيه انا من عشاقهم، هم من احلى واغنى الفنون في العالم.